السلام عليكم متابعين الأعزاء. ابتداء من الحلقة القادمة بإذن الله سوف أخصص جزء من كل حلقة لنشر إبداعاتكم وإنجازاتكم في مجال النجارة بشكل خاص والأعمال المنزلية بشكل عام. وحتى تكون الأعمال المنشورة مفيدة للمشاهدين آمل منكم إرسالها مع البيانات التالية حتى تعم الفائدة. هذه البيانات يمكن إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني الظاهر أمامكم وستجدونه في صندوق الوصف، أو يمكن إرسالها من خلال صفحة مشاركاتكم في موقعي على الرابط التالي. والبيانات المطلوبة هي اسم المشروع مثل طاولة، خزانة، أرفف إلى آخره، الخشب والمواد المستخدمة في تنفيذ المشروع، توصيف مختصر للمشروع، اسمك، المدينة والدولة، حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ترغب في أن نعلن عنها وسناب شات إلى آخره، البريد الإلكتروني، وفي الختام لا تنسون ترسلون الملف. نراكم على خير وفي أمان الله.